بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين. قررت صراحة أني أفك الوحدة الداخلية أغسلها زين، ولكن ما أعتقد أني راح أرجعها، راح أرجع وحدة ثانية مختلفة ولكن نفس سعة طن. هذه طبعا 1.5، والوحدة المختلفة راح تكون أيضا 1.5، ولكن يجب أن تنتبه فقط لطريقة التوصيل والتشغيل بين الوحدتين، أن يكونون بنفس الطريقة، وإذا تقدر زين تغير بين طريقة التشغيل ما عندك مشكلة. المهم في هذا الموضوع أن الوحدة الخارجية تكون يفضل أن تكون أصغر من الوحدة الداخلية، يعني الوحدة الداخلية إما أن تكون مساوية أو أكبر زين من الوحدة الخارجية، أساس أنك تحصل على تبريد جيد. وإذا كانت نفس الطنية أو السعة راح يكون جيد، أكبر راح يكون أفضل، ولكن لا تحاول أنك تغير الوحدة الخارجية تكون كبيرة والوحدة الداخلية تكون صغيرة، وهذا شيء غير جيد زين، لأن كمية الغاز راح تكون كثيرة في الوحدة الخارجية وما راح تستوعبها الوحدة الداخلية. أما العكس، يعني الوحدة الخارجية صغيرة، الوحدة الخارجية صغيرة والوحدة الداخلية نفسها أو كبيرة، راح يكون جيد وممتاز بالنسبة لك. طبعا تأكد ان الوحدة صراحة على وضع تبريد، وبعدين الكمبرسر يشتغل وحطه على اقل درجة، والمروحة احطها على الهاي زين. طبعا لا يوجد فيها التسترن، بالتالي راح اغطي الحساس اساس ان الجهاز هذا ما يطفي. راح اغطي الحساس هذا اساس انه ما يتحسس صراحة درجة البرودة، وبالتالي راح يستمر أطول فترة ممكنة أثناء التشغيل. ركبنا عدة القياس. هذه الوحدة أصل الغاز فيها 410 زين حسب النظام، ولكن أعتقد أني غيرت فيها الغاز إلى 32. الضغط حاليا R32، طبعا في هذا العدة وضعت R32، الضغط 107 زين، وراح ان شاء الله نحبس الغاز وبعدين نفصل نقطع الكهرباء عن القاطع زين. راح نفتح المحابس هذول الاثنين او اللقطية. تلاحظون عندنا هني ممكن تكون بعض تكلسات، ممكن في صوت هنا، ممكن في غاز يطلع ممكن، لكن هذا شيء غير مهم حاليا زين. ممكن نحتاج ان ننظف المنطقة هذه طبعا. اول شيء راح نسكر المحبس الكبير، سكره ليس بالكامل، سكره فقط نص المسافه، وبعدين راح نسكر المحبس الصغير بالكامل، لان المحبس هذا هو محبس الضغط زين. راح نبند الضغط عن الجهاز، راح ننتظر لغايه يوصل عندنا الضغط بالصفر، هذا بالصفر زين، والماينس بعد وصل راح نقفله كامل. وبعدين نقطع الكهرباء. الحين كذا يكون عندنا الغاز تم حبسه في المنظومة. سكر المحابس الاثنين مؤقتا، او اللقطية هذه زين سكرها مؤقتا، ممكن يكون عندنا اي تسريب، ممكن الله اعلم زين.
الحين طبعا راح طالما الوحدة سهلة ان نخرجها توصيله في هذا المنطقة، زين تقريبا راح نقطع المكان هذا نفتح التوصيلات وايضا نشيل هذا الفلين الغطاء زين ونخلع الوحدة، ايضا راح نطفيها من الداخل اذا كانت غير متصلة بالكهرباء هذه. تلاحظون الضغط بالماينس، تلاحظون ان الوحدة تعمل لان الكهرباء منفصلة عن الوحدة الخارجية، وبالتالي يجب عليك ان تقطع الكهرباء من هذا المفتاح وليس من الريموت، لان الوحدة هذه راح تنخلع، وبالتالي لا يجب عليك ان تلمس الاسلاك وفي كهرباء في هذا القطع. غطينا مواسير الوحدة الخارجية متصلة مع الوحدة الداخلية وفتحنا زين هذا الفلين. الحين المواسير تتحرك وراح تكون الوحدة جاهزة ان نسحبها للخارج. نقدر ايضا نغطي مواسير الوحدة الداخلية اساس انه ما تدخل اي اتربة او وساخ. نظام التشغيل في هذه الوحدة حار وبارد وارضي، لذلك يجب الانتباه ان نظام الوحدة البديلة راح يكون حار وبارد وارضي ايضا فقط. وصلنا سلك الوحدة الداخلية ايضا انه متصل بالجهاز من الداخل. وصلنا اسلاك الوحدة الداخلية المتصلة مع الوحدة الخارجية افضل لكي نسحب الجهاز بالكامل. سحبنا الوحدة بالكامل، راح نسد الفتحة مؤقتا. ممكن نستخدم نفس القاعدة اذا كانت تركب على الجهاز المستبدل او نبدل القاعدة بالقاعدة المخصصة للجهاز اللي راح نركبه.